أيضا الشاملة، مرورا إلى ما صرحت به وزارة الصحة في يوم أمس حول بالتأكيد الإصابات والتحذير أننا قد نصل إلى 3000 إصابة يوميا بالكورونا. لكن ماذا عن كيفية التعامل من قبل وزارة الصحة والاستعداد للتعامل مع هذه الأرقام الكبيرة والإصابات المتزايدة بشكل متسارع وكبير في مختلف المحافظات؟ ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الدكتور سامر الأسعد، مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة. يسعد صباحك دكتور سامر. أسعد الله صباحكم، صباح المستمعين، أهلا بك. أهلا وسهلا بك. يعني لو أردنا أن نتحدث حول بعد أن تم الحديث عن إصابات متزايدة في الكورونا في مختلف المحافظات، جنين، نابلس، طول كرم، يوم أمس في طول كرم ما يقارب 96 إصابة، هذا في يوم واحد، وبالتالي هنا مدعاة للجهات المختصة بأن تقف عند هذه ربما الإصابات أو الإحصائيات، وفي خضم التصريح في نفس الوقت حول 3000 إصابة يوميا بالكورونا قد نكون على موعد مع تسجيلها، مع أننا نأمل السلامة، كل السلامة بالتأكيد، لكن كيف ستتعامل الصحة مع ما هو قادم في الأيام القادمة؟ بالتأكيد نحن كنا قد توقعنا الزيادة في هذه الأعداد، ولكن الأيام الأخيرة بدأنا نشهد زيادة كبيرة في الأعداد وفي عدد الإصابات، وبالنسبة للتوقع بالزيادة الأكبر هو أمر طبيعي، أنه كلما كان في عندنا حالات أو أعداد كبيرة سيكون أعداد مخالطين أكبر، فبالتالي في المرحلة التالية سيتم تسجيل أعداد أكبر. هذا الوضع الحالي. أما بالنسبة للاستعدادات لاستقبال هذه الأعداد، أنا نأمل ونتمنى أن لا تسجل عنا هذه الأعداد، وأن تتم كسر سلسلة الانتشار والحد من انتشار هذا الفيروس حتى نعود إلى مرحلة الاستقرار النسبي التي كنا نعيشها منذ في الأسابيع الأخيرة. بالحقيقة بالنسبة للوضع في وزارة الصحة ووضع المؤسسات الطبية والعلاجية، ما زالت الأمور تحت السيطرة، وما زال هناك متسع كافي لأعداد أكبر من المصابين والذين نتمنى لهم السلامة، والأمور في المستشفيات الحكومية والخاصة ما زالت تحت السيطرة ووضع جيد. نعم، لكن حين تم التصريح يوم أمس أنه من المتوقع أن يتم تسجيل 3000 إصابة، وأن وزارة الصحة على استعداد للتعامل مع هذه الأعداد، ما الاستعداد الذي يعني تعبر عنه وزارة الصحة؟ بماذا بالفعل هي مستعدة؟ في أي الإمكانيات بصراحة؟ بالتأكيد قامت وزارة الصحة بالاستعداد، لأن هذه المرحلة كانت متوقعة وهي على مستوى العالم وليس فقط في فلسطين. قامت وزارة الصحة بالعمل على زيادة السعة الاستيعابية في مراكز العلاج المخصصة لكورونا، زيادة السعة الاستيعابية في وحدات العناية المكثفة، قامت بافتتاح الأقسام الخاصة باستقبال مرضى كوفيد في جميع المستشفيات سواء كانت حكومية أو خاصة، يوجد هناك أقسام لاستقبال مرضى كوفيد. قامت وزارة الصحة أيضا بجاري العمل الآن على افتتاح مستشفيات جديدة أو مرافق جديدة لمرضى متخصصة في علاج مرضى كوفيد فقط. طب ماذا عن، بصراحة نحن دائما نتحدث عن التدابير الوقائية والاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي، من خلال الكمامات ارتدائها والقفازات، لكن أيضا الطعومات قد تخفف من حدة وقع هذه الفيروسات على الأجسام، فهل أصبحت فيروسات أو عفوا طعومات إنفلونزا بحوزة وزارة الصحة؟ يعني ما المستجدات المتعلقة بها؟ يعني هي الطعومات الخاصة بالإنفلونزا الموسمية هي لن تؤثر على فيروس كورونا، لأن هي ليست لهذا الفيروس، وإنما سيكون دورها فعال في الحد من حدة انتشار الإنفلونزا الموسمية، وبالتالي من التخفيف من ما يمكن أن يحدث من اختلاط ما بين أعراض الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا. هذا المطعوم حقيقة في هذا العام تأخر
وذلك بسبب الطلب العالمي والدولي عليه كبير جدا والتأخير من الشركات المصدرة. نأمل أن يكون مع نهاية هذا الشهر متوفر. نعم نعم، إجمالا يعني أيضا بصراحة فيما يتعلق ربما التشابه في الأعراض في الإنفلونزا، إنفلونزا الموسمية الشتوية ومع الكورونا، لابد من دكتور سامر تحذير المواطنين ألا يستهينوا بهذا التشابه في الأعراض والالتزام ربما بالحجر المؤقت لحين ثبات إذا ما بالفعل كانت هنالك إصابات أيضا بالكورونا أم لا، وهذا يستدعي ربما الحجر المنزلي بالإضافة إلى ضرورة إجراء الفحوصات بخصوص الكورونا. بالتأكيد أي شخص أو أي مواطن يشعر بأن هناك لديه أعراض بالطبع سيكون هناك من الصعب عليه أن يحدد هل هي أعراض إنفلونزا موسمية أو أعراض كورونا للتشابه الكبير الذي يكاد يصل إلى 600% ما بين الأعراض. لذلك ندعو كل المواطنين، أي مواطن يشعر بأن لديه أعراض، أن يعتبر نفسه مصابا بفيروس كورونا حتى يثبت العكس، وذلك لحماية نفسه وحماية الآخرين حتى لا يتسبب الضرر للآخرين، سواء كان في طالب في مدرسة أو موظف في وظيفته أو مواطن عادي أن لا يخرج إلى الشارع حتى يثبت عكس إصابته بفيروس كورونا. نعم. طب دكتور سامر، يعني إن توفر لديكم بصراحة تعليق على ما ذكره الدكتور عبد الله الخطيب مدير المستشفى الوطني في تصريح صحفي قبل لحظات، قال أخشى إن استمر الإهمال وعدم التزام الناس بإجراءات الوقاية ألا نكون قادرين على إجراء عمليات جراحية أو استقبال المرضى والأمراض الأخرى. يعني هل بصراحة نحن فعليا نصل عند هذا الحد من الوضع الصحي وربما الإجراءات أيضا الصحية؟ يعني بغض النظر عن التصريحات، ما أريد قوله هو أن الزيادة في عدد الحالات دائما هي أمر مقلق ويدعو إلى القلق. ففي حال أنها أصبحت زيادة إلى حد كبير، هذا قد يؤدي إلى تعطيل كثير من الأمور الحياتية، ليس فقط في المستشفيات وإنما في جميع الأمور الحياتية. وقد شهدنا ما حدث في أوروبا في الأشهر السابقة، أنهم حكومات عظمى وأنظمة صحية عظمى كادت أن تنهار، بل وانهار بعضها أمام العدد الكبير من الحالات. لذلك الحل الأسلم والحل الأوحد هو الالتزام بإجراءات الوقاية حتى لا يتم تصادم أو لا نتفاجأ بواقع أنه يوجد أعداد كبيرة جدا من الحالات قد لا نستطيع السيطرة عليها. ما نريده هو الالتزام الشديد حتى نحاول قدر الإمكان التقليص من عدد هذه الحالات. كثير من الحالات لن تحتاج إلى إجراءات طبية أو إلى دخول إلى مراكز العلاج، ولكن الزيادة في عدد الحالات بالشكل الكبير هذا يؤدي إلى وصول هذا الفيروس إلى الفئات التي هي أكثر تأثرا من التعرض لهذا الفيروس، وسيكون تأثيره أكثر خطورة عليها، وبالتالي هذه الفئات المطلوب حمايتها سوف يصل إليها الفيروس بعدد أكبر، وبالتالي سوف تحتاج إلى الرعاية الطبية. نعم نعم، إجمالا بصراحة نحن لا يجب فقط أن نراهن على طبيعة الاستعدادات التي دائما تصرح بها وزارة الصحة، وكل الشكر على جهودهم، لأننا نبقى في النهاية نعمل ضمن نطاق إمكانيات يعني لا تضاهي بصراحة وبشكل واقعي ربما ما هو متوفر في الدول العظمى والكبيرة والتي يعني باءت بعض تجاربها بالفشل بصراحة وأصبحت تعاني الأمرين. بل دائما وأبدا نذكر بضرورة الالتزام وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية، هذا ما سينقلنا إلى بر الأمان و كي لا نصل إلى حافة الهاوية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور سامر الأسعد مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة، ونواصل مع حضراتكم في مشوارنا الصباحي والمزيد من